صباح الخير. اليوم نحب نحكي مع العبيد اللي غصرتها للدنيا كل يوم تتبدل، كل يوم يراو الدنيا من زاوية مختلفة. اليوم يفرحوا بورد، غدوة تعنيقة تنفع تنسيهم مشكلة كبيرة، واليوم يحبوا ومحبتهم الإنسان مزهيت لهم دنيتهم. أما غدوة يحلف في عينهم ويعجبهم ويبلي سبب فرحتهم وقومينهم كل صباح. واليوم جوهم صيفي وشمستهم زرقاء، وكل يوم موجة، وعلى قد ما يعيشوا ويجربوا راهم باش يتعلموا. باش تجيكم فترات تحسوا روحكم كبرتوا في مخاخكم، باش تصير معاكم حاجات تخليكم تكبروا قبل وقتكم، باش تطيحوا ولازم تتعلموا تعاودوا تقوموا وتقفوا على ساقيكم، باش تعيشوا وتتحطوا قدام خيار واحد انكم تعاودوا تبنيوا كل شيء من الاول وجديد، باش تنسوا برشا حاجات، تضحكوا على برشا حكايات فاتت كنتوا في وقت تبكيوا عليها، باش تتبدل نظرتكم للدنيا وبتشوفوا وجهها لاخر الصعيب. اما العيب مش في اللي باش يواجهكم في حياتكم ولا في انكم تغلطوا، ليه بالعكس، الغلط هو انكم تبنيوا على غلط، انكم تبنيوا على اساس مشركة. الغلط هو انكم تقفوا وتحسبوا الدنيا وفات غادي. اعرفوا كيفاش تختاروا الناس الاقرب واللي دايرين بيكم، واعرفوا في شكون تحطوا ثقة عامية. حبوا وتحبوا، جربوا مش عيب، قدموا واثقوا في رواحكم، مرة تصيب ومرة تخيب. الدنيا ما تقفش على غلطة ولا على حكاية مهما كان السبب، خليوا إيمانكم بربي قوي ورضاه بالمكتوب. أعرفوا لكل تأخيرة فيها خيرة، وربي ما يمنع عليكم حاجة كان ما يعطيكم حاجة ما أحلى وما خير في الوقت المناسب. خليوا على ربي وحسن الاختيار.